طريقة تشغيل واستعمال غسالة 10.5 كيلو الألجي الجانبية. السلام عليكم متابعينا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله دوم بخير وصحة وسلامة. اليوم عندنا طريقة استعمال وتشغيل الغسالة الألجي 10.5 كيلو الجانبية الفول دراير. اول بداية شلون اعرف انه غسالة بيها دراير اللي هو التجفيف بالهواء او البخار، وشلون انه اللي ما بيها دراير؟ اما هنا مكتوب واشر زائد دراير، او مكتوب هنا واشر دراير، تمام، هذا يعني بيه دراير. اما غسالة 10.5 كيلو اللي ما بيها دراير فما ينكتب عليها دراير هنا. هاي اول فقرة. طبعا طريقة استعمال غسالة دراير والغسالة العادية اللي هي ما بيها دراير يعني هي نفس الاوبشنات، بس فرق انه هنا بدراير يعني بعد عملية الغسل والشطف والتجفيف تقدر تطلع دراير يعطيك ملابس ناشفة تقريبا بنسبة من 95% إلى 100%. ليش بعملية البرمجة وطريقة الاستعمال؟ طبعا أول بداية عندنا هنا برامج جاهزة وعندنا برامج احنا نحددها. البرامج الجاهزة عندنا نفس ما نلاحظ هنا بالشاشة، لا عندنا قطن، هذا برنامج جاهز. وعندنا الغسل السريع، هذا اللي اكثر برامج احنا نستعملها اللي هو البرنامج العادي والبرنامج السريع. البرنامج السريع خلال 14 دقيقة يعطيك ملابس كاملة، والبرنامج القطن اللي هذا نفس ما نلاحظ هذا من تخلي الملابس راح يوزن الملابس ويشوف شنو نوعية ويطي على حسب حجم الملابس يطي اشقد الوقت واشقد تجفيف واشقد وشقد شطف وشقد كمية الماء اللي تخليها. فهذن هذا أول برنامج وهذا ثاني برنامج، تختار واحد من هاي البرامج تستعمل. نجي لطريقة تفعيل الدراير بغسالات الجانبية. طبعا هذا الدراير موجود بس بالنظام الغسالة دراير، قلنا مثل ما ذكرنا العاديات ما بيها. طريقة التشغيل هو من هنا من الدراير نقدر نفعل هنا التجفيف بالهواء، مثل ما نلاحظ تجفيف بالهواء اكو ساعة واكو ساعتين، واكو عندنا كي الملابس ايضا برنامج كي الملابس يعني يطلع الملابس غير معقشة بنسبة تقريبا من 60% إلى 80%. اذا عجبكم الفيديو يا ريت تدعمون القناة بلايك ومتابعة وتفعيل زر الاشتراك الجرس حتى يوصل لك الموضوع الجديد بعالم الاجهزة الكهربائية والمنزلية. اما جميع الاسعار انا ناشرها على قناتي، اسم القناة جهازي مع ضياء. تحياتي.